أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتنص لائحة القانون على أن تضع الهيئة نظاما لتتبع الأغذية يوضح التزامات كافة الأطراف في جميع مراحل الإنتاج والتجهيز والتصنيع حتى وصول المنتج إلى المستهلك. كما ألزمت اللائحة المنشآت الغذائية بالحصول على ترخيص تداول الغذاء من الهيئة القومية قبل طرح المنتج للتداول. للمزيد ينضم إلينا الأستاذ عيسى مرشد، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء. تحياتي لك. خالص تحياتي وتقديري. حدثنا عن أهم ما جاء في نشاط رئيس الوزراء اليوم. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي عقد 5 اجتماعات. الاجتماعات دي بتؤكد على أهمية متابعة العمل في كل المجالات بصورة متكاملة. الاجتماع الأول كان لرئيس الوزراء خاص بعملية الربط الكهربائي مع السودان، وأنا بقول ده بداية التكامل بين مصر والسودان، تكامل اقتصادي. الربط الكهربائي هيتم في مارس اللي جاي بإذن الله، وهيتم توصيل الكهرباء إلى السودان الشقيق، وده بيعتبر خطوة مهمة على طريق التكامل. رئيس الوزراء أكد على سرعة الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالربط الكهربائي، لأن دي مرحلة مهمة من المراحل المختلفة التي ستؤكد على أهمية التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين بصورة ترضي طموحات الشعبين وتحقق التكامل. وهناك مجموعة من الاتفاقات بين مصر والسودان تحقق التكامل الاقتصادي بصورة متكاملة. رئيس الوزراء التقى مع إحدى كبريات الشركات العالمية الخاصة بعملية الطاقة الجديدة والمتجددة، وده بيعتبر دور مهم جدا. رئيس الوزراء أكد في هذا اللقاء أن الرئيس السيسي بيولي اهتمام كبير بعمليات الاستثمار وتبني المشروعات الضخمة التي تدعم التنمية في كل المجالات. زي ما حضرتك عرضتي أن رئيس الوزراء أصدر قرار باللائحة التنفيذية للهيئة القومية لسلامة الغذاء. كان طال إعداد هذا المشروع ولكنه تم إقراره من البرلمان، وها هو رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية التي تحقق مجموعة من المعايير والاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء، ودي بتعتبر خطوة مهمة على طريق توفير الغذاء الآمن للشعب في كل المجالات. نعم. وإخضاعه للرقابة بصورة تحقق الحفاظ على صحة المواطن المصري. نعم. على جانب آخر، رئيس الوزراء عقد اجتماع مهم جدا خاص بخطط توفير السلع الاستراتيجية في المرحلة الجاية والحفاظ على مكانة القطن المصري. بقول آن الأوان لخطوة مهمة للحفاظ على مكانة القطن المصري وتوفير السلع الاستراتيجية بصورة متكاملة، وأنا بقول ما تم إعداده في هذا الشأن في خطة شاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، دي بيتم إعدادها من قبل الوزارات المتخصصة قطاع الأعمال والصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة في استراتيجية متكاملة للنهوض بالقطن المصري. وعلى جانب آخر، هناك مجموعة من السلع الاستراتيجية زي القمح والفول والأرز وكل السلع الاستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي تم إعداد خطة متكاملة لتوفيرها للشعب بصورة حقيقية. الاجتماع الأخير الخاص بعمليات الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، تم إقرار خطة متكاملة لتوفير الاحتياجات من الثروة الحيوانية والثروة الداجنة، وعرض وزير الصناعة خطة متكاملة للنهوض بهذه القطاع. الأمور، وده يحقق الأمن والاستقرار في السوق المصري واستقرار السلع. شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل الأستاذ عيسى مرشد، الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.